انا جابر الشرقاوي عم اشقه مصر وعميد المجرمين اطلاع ليات الحفيد يمرمر سمعتي في الارض. عم اشقه مصر ده لقب لقب به الفنان سامي سرحان على السوشيال ميديا، وخصوصا بعد دوره في فيلم فول السن العظيم. الفنان سامي سرحان كان معروف جدا بشقاوته، وشقاوته دي كلفته او بمعنى اصح دخلته في ازمه عنيفه جدا اثرت عليه في حياته، لدرجه انه اتهم بجريمه قتل واتحكم عليه ب 15 سنه. تعالوا مع بعض نعرف القصه بالتفصيل. عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. نشأ الفنان سامي سرحان في اسره فنيه، فهو كان الشقيق الاصغر للفنان الكبير شكري سرحان والفنان صلاح سرحان. اخواته لما رأوا فيه انه عنده موهبة فنية قرروا انهم يساندوه علشان ياخد فرصته الفنية، لكن للأسف الشديد الفنان سامي سرحان دخل في أزمة عنيفة جدا ومشكلة كبيرة جدا أدت للحكم عليه ب 15 سنة سجن، حتى ان الحادثة الشهيرة دي قاموا بتقديمها او القصة قدمت فيلم باسم احنا التلامذة، وكان الفنان شكري سرحان هو بطل الفيلم، ودي كانت قصة اخوه سامي سرحان الحقيقية، ودي الاحداث اللي حصلت بالظبط في الحقيقة. انا اخترتك مخصوص عشان العملية دي محتاجة وجه جديد يقابل ابو موتى. قام الفنان سامي سرحان هو وبعض من اصدقائه بالسطو على مقهى شهير، واثناء السطو على المقهى قاموا بقتل الاهواجي اللي موجود، فتم القبض عليهم على المجموعة بالكامل، فاتحكم على المجموعة بالكامل بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكان نصيب سامي سرحان 15 سنة سجن. في الفترة دي الفنان سامي سرحان حصل على دعم كبير من أصدقائه ومن الفنان شكري سرحان بالتحديد، وبعد عرض فيلم رد قلبي اللي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتكريم الفنان شكري سرحان، فالفنان شكري سرحان لجأ للرئيس وطلب منه انه يعفو عن اخيه سامي. وكان سامي في الفترة دي قضى مدة عقوبة 10 سنوات، وبالفعل الرئيس جمال عبد الناصر اصدر قرار بالافراج عنه حسن سير وسلوك بعد قضاء 10 سنين من عمره في السجن. لما خرج لقى دعم كبير جدا من أصدقائه والمقربين له، وكان أولهم أخوه الفنان شكري سرحان، فكان بيجيب له أدوار صغيرة في معظم الأفلام السينمائية، لكن كانت الأدوار كلها المخرجين كانوا دايما بيحطوه في أدوار الشر، كانوا شايفينه كده، لكن هو بصراحة تألق في الفترة الأخيرة من مشواره، وكانت أبرز أدواره التجربة الدنماركية وفيلم فول السن العظيم، وحقق نجاح باهر في الفترة الأخيرة من مشواره الفني. علشان كده رواد التواصل الاجتماعي سموه عم أشقية مصر، ودي كانت قصة الفنان سامي سرحان اللي مش كتير مننا يعرفها، والظروف الصعبة اللي مر بيها في حياته، وكمان قصة أنا شخصيا أول مرة أعرف إن فيلم إحنا التلامذة ده كان عن قصة حقيقية وحدثت بالفعل. لو عجبك الفيديو أو أول مرة تسمع المعلومة دي ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في التعليقات وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظروني في القصة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.